السيارة اللي وراي هلا بشركة إيطالية اسمها إيتال ديزاين، هاي النسخة اسمها زيرونا، يعني زيرو وان أول نسخة من هالشركة. في منا 5 سيارات بالعالم كلهم سولد أوت، في بس وحدة هلا بمعرض دبي للسيارات. حاب أجيكم تفاصيل هالسيارة وأحكيكم عنها أكثر. مصمم هالسيارة اسمه فيليبو بيريني، كان يشتغل بشركة لامبورغيني لمدة 14 سنة وهلا صار مع إيتال ديزاين. فينا نلاحظ هالشيء من الأضوية الخلفية تبع السيارة اللي كثير بيشبه اللامبورغيني، رير ديفيوزر كثير كبير. من 0 ل 100 بدها 3.4 أجزاء بالثانية. وزن السيارة تقريبا 1400 كيلو. هذا الانتيريور تبع السيارة توقعت اكثر يكون بيشبه لامبورغيني، بس عندها ايدنتيتي خاصة فيها. هون عندنا واحدة من أهم السيارات اللي كانوا بالموتور شو، مرسيدس AMG Project 1. هالسيارة بس انعمل منها 275 سيارة. الانجن تعولها 1.6 لتر فورمولا 1 انجن. 275 سيارة كلهم سولد اوت بكل العالم. سعر السيارة كان $2.2 مليون.